بمعزل عن المنطق المطالب بالتعليم الحضوري والمنطق المطالب بالتعليم أونلاين في ظل جائحة كورونا التي تنتشر كتسونامي، تولد أزمات قد لا تخطر في بال الأهل، لا سيما فيما يتعلق بالصحة النفسية لأولادهم. وهنا يمكن الحديث عن جيل ما قبل كورونا وجيل ما بعد كورونا. أما سبب الفصل والتسمية هذه فيعود إلى الخوف على الطفل الذي لم يكون شخصية بعد، على عكس الكبار الذين اكتسبوا مهاراتهم وشخصيتهم من خلال التماس الحضوري وليس الافتراضي مع أولاد جيلهم. جيل ما بعد كورونا أي أطفالنا الذين لم يخبروا الحياة المدرسية الكاملة ولم يختبروا اللعب والتواصل مع زملائهم في الملعب كما في الصفوف، فلم يلاحقوا بعضهم ولم يساندوا بعضهم عندما يقعون، فكيف لهم أن يبنوا شخصية اجتماعية لن يعوضها التواصل عبر شبكات افتراضية؟ والسؤال هنا، ما هي الارتدادات السلبية على صحة الطفل النفسية في ظل تقوقعه وحيداً في المنزل؟ تنمى بحاجة للآخر، وبس نقتصر على البيت، الآخر هو بس البيت، نحن عم نحد من أنه قدرات الولد أنه تتطور. هيدا شيء أكيد بيأثر، بيصير الولد عنده عدائية معينة، بيصير عنده ردات فعل غير مفهومة. نحن بنتفاجأ أنه ليش صاير هالولد أجريسيف، أو يمكن يصير يعمل بيبي بالليل، أو يكون في عنده نوع معين اكتساب معين فجأة من اللي يخسروا التواصل عند الأولاد. عم نلاحظ أنه هالولد بيفضل ينعزل. قبل كنا نقله للولد تعال يلا بدنا نروح نلعب، بيركض تيروح على بلاي جراوند يلعب ويشوف أولاد. هلأ منحسن أنه لا، بيفضل يقعد بالبيت لأنه تعود على هالخمول إذا بديك. ما هي السبل المتاحة أمام الأهل لتعويض هؤلاء الأطفال المهارات الاجتماعية؟ طلعوا هالستريس منهم باكتيفيتي يعملوها لهم، يكون في العاب موجوده نقدر كلنا بالبيت نلعبها. ما في بيت ما فيه ورق، بدنا نلعب فيتس نحن واولادنا، نقضي وقت سوا معهم، نكون عم نخلق جو حلو بقلب البيت، مش بس انه تي في. فينا كمان نكون عم نعمل ديسورتي بالطبيعة لما الطقس يكون حلو مع أشخاص، أصحاب، أهل عندهم أولاد تقريباً من عمر أولادنا بينسجموا معهم، تا نكون عم نأمن لهم بيئة بالتواصل شو بيزو ما صحية، لأنه هني بحاجة ليكونوا عم بيشوفوا أولاد من عمرهم، يفوتوا سبار بحياتهم اليومية، يمكن نروح نعمل جزدورة بالسوق سوا، طلعت الشمس نستفيد، نكون بهالأسلوب فينا نكون عم نخفف نحن وياهم هالستريس بدون ما نعرف.